الطرائف الجميلة اللي وقعت سيدنا علي بن أبي طالب مع فاطمة الزهراء رضي الله عنها. دخل واحد النير للدار قاها قابضة السواك عود الأراك مثلا كتسوك به ويجي لعندها قال لها أريدك العود لنا ويقبض داك عود الأراك ويشوف فيه. أظفرت يا عود الأراك بتغريها أو ما خفت يا عود الأراك أراك لو كنت من أهل القتال لقتلتك ما فاز بتغريها يا سواك سواك. الله. وتصور معايا المرأة تسمع هذه الهضره شنو مسمنا تصور واش من حرشه واش من بلاوي واش من العقل ديالنا حنا كبشر لا يميز بين الوهم والحقيقه. الا جيت وقف حدا قلت كنبغيك اخو الياس وعندي عزيز اقسم بالله واحد المكانه ديالك عندي عزيزه الجسم ديالك يتقبل هذه الرساله وكيعطي افرازات وهرمونات ديال السعاده مرتاح. انا وقف حداك ونشوف فيك هكا ما تعجبنيش الجسم ديالك اش غادي يدير واخا انا كنضحك معاك ثاني نقول الكاميرا كاشي ولكن الجسم ديالك شنو دار تفاعل تقول لي راك عصبتيني من قلتي لي داك الهضره والجسم ديالي وكذا واخا نولي نقول لك راه كنبغيك تقول لي لا